أسعد الله مساءكم أسعد الله قلوبكم أيها الأحبة الكرام وحلقة جديدة من برنامجكم البوصلة في ظل هذه الأحداث الجسام وهذه المفاجآت التي تتوالى علينا نقدم لكم حلقة جديدة بعنوان وأصلح لهم بالهم هذا زمان طرح الأسئلة الكبرى طرح المفاهيم التي من خلالها نفهم ماذا يجري في هذه الحياه وكيف لنا ان نقاوم ونصارع ونواجه هذه التحديات هذه الامراض هذه الاوبئه هذا الخطر المخيف للانسانيه ثمانيه مليار انسان اليوم امام تحدي كبير بعض الناس يظنون ان الاوبئه او الامراض او الزلازل او الفيضانات او المصيبات او الكوارث هي عقاب من الله بصراحه هذا فهم لكثير من الناس الذين نعيش معهم يقولون لك شوف الله غضبان على الصين انطاهم فيروس كورونا، الله غضبان على امريكا انطاهم كذا. بالحقيقه هذا الفهم خاطئ جدا، الله لا يريد عقاب اي انسان، الله اسمه الرحمن الرحيم، الله سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء. اذا كيف نفهم هذه الاحداث الخطيره في حياه الانسان وكيف نرى المشهد بشكل واضح؟ أيها الأحبة الكرام، كل ما يحصل للإنسان من إخفاقات أو خلل أو مرض أو مشكلة، بالحقيقة هو درس للإنسان ليتعلم كيف يواجه الحياة وقد فهم الموقف من هذه الحياة. يعني الله أرسل كورونا للبشرية لكي يعيد البشر النظر في تفاصيل حياتهم اليومية، وإلا بالله عليك ما معنى ناس في مدينه اوهان في الصين يتعشون شوربه الخفافيش ويصل الامر الى قم وايطاليا واسبانيا، ما هو الرابط بين هذه المدينه النائيه عنا وما بين هذه البشريه التي تدفع الثمن غاليا. اذا السؤال الكبير وهو يخص المشكله الكبرى هل يريد الله سبحانه وتعالى ان يعاقبنا وبالتالي نتعلم الدرس من هذه العقوبه؟ انا اقول العكس تماما. حتى في قلب العذاب وفي قلب المرض هناك درس خفي للإنسان، هناك صفعة خفيفة من الله سبحانه وتعالى تقول يا أيها الناس احذروا تعاملاتكم واحذروا معاملاتكم وعلاقاتكم فيما بينكم. السؤال الكبير يخص شروط الاجتماع، شروط الاجتماع الإنساني يبدأ من الإنسان مع أخيه الإنسان داخل الأسرة الواحدة وداخل المؤسسه الواحده والمدينه الواحده والدوله الواحده والقاره الواحده. ربما قد يتاثر هذا هذا النمط من التعايش وهذا النمط من العلاقات يؤثر على البيت فقط مثلا ويصاب هذا البيت بمصيبه ما. والكارثه انه ينتقل هذا هذا الخلل من هذا البيت الى الاخرين. اذا السؤال هو الشرط الأساسي للاجتماع الإنساني محكوم بمعادلة أقرتها قوانين الطبيعة وأقرتها سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير ما هي هذه السنن التي تحكم شروط الاندماج والتعايش البشري عادة أيها الأحبة الإنسان يحب الحق ويحب العدل ويحب الجمال ولكن هنا تأدي هنا المشكلة هنا المصيبة هنا الوباء هنا كورونا الانسان يحب الحق والعدل والجمال لنفسه اكثر مما يحبه للاخرين هو اناني بطبعه وهنا تكمن المشكله وهنا يكمن الخطر وهنا تكمن المعضله ومن هنا تبدا المصائب الانسان الذي يحب الحق لنفسه اكثر من حبه الحق للاخرين يعدل مع نفسه ولا يفكر ان يقدم العدل للاخرين ويبحث عن منافع ومصالح ومناصب لنفسه ولا يأبه بالاخرين من هنا تبدأ المشكله. الانسان ايضا ايها الاحبه يحب الجديه ويحب مع الجديه المتعه، وهذا الانسان الذي يتعرض للخطر اصله قد مال الى المتعه اكثر من الجديه. انت لما تفكر بان الحياه هذه سهله وتتكل على الاخرين وتحاول ان يقدم لك الاخرون ما يتوجب عليك ان تفعله، هنا تبدأ المشكله. أمام كل إنسان مهمات يومية، كل 24 ساعة أمامك مهمات، إذا أنت قصرت في تأدية الواجب وبالتالي هذا التقصير سيسبب للآخرين الكثير والمزيد من الخلل والخطر والمرض، هنا تكمن المصيبة وهنا تكمن الفاجعة. في البيت الواحد أيها الأحبة لاحظ كيف نجتمع نحن، اليوم في بيتنا أسرة مكونة من خمسة أو عشرة أفراد لاحظ العلاقات اليومية بهذه الأسرة أكو واحد يشتغل أكثر من الآخر أكو واحد مستمتع أكثر من الآخر ثم تتناقض ما بين المطالبة بالحقوق وأداء الواجبات هذه الأسرة البسيطة لو تخلي كاميرا وتشوف المشاهد اليومية ستلاحظ أن هناك نوع من التسلط أحد أفراد الأسرة يقود هذه الأسرة ويقود قرارات هذه الأسرة ويقود تفاصيل الحياة يأمر وينهي ياخذ ويعطي هو هذا هذا النموذج الذي يفكر بالاخرين ترى هذه الاسره اسره سعيده ولكن هذا الذي يمتاز بالتسلط ويمتاز بالتجبر ويامر بكيفه وينهى بكيفه وياخذ بكيفه ويعطي بكيفه من هنا تبدا امراض هذه الاسره ومن هنا تبدا المصائب والاخطاء والاخطار في هذه الاسره البسيطه. لما تقول هذا مالك وهذا مالي هو هذا العدل هذا العدل الذي انزله الله والذي اراده منا ان نشيعه في كل تفاصيل الحياه ولم لكن لكن المصيبه والكارثه لما تقول هذا مالتي ومالتك ايضا مالتي اذا هنا يبدا المصيبه مشكله البشريه اليوم هي تداخل الصلاحيات امري انا بيدي وامرك انت بيدك بعض الاحيان الجا اليك وأخذ الأمر منك لو أنا مريض أذهب إلى الطبيب أخذ الأمر أمر الشفاء منك لأنك متخصص لو أنك معلم وأنا طالب أنا أذهب إلى المعلم أمري أمر العلم بيدك أنت أيها المعلم هنا يصير تداخل بالصلاحيات وهنا قراري أنا يبدأ عد الطبيب ويبدأ عد القاضي ويبدأ عد المعلم ويبدأ عد الناس الآخرين إذا كان الناس قد رضيوا بالعدل بينهم فهذا مجتمع امن مطمئن، لا تخاف عليه حتى من اكبر وباء لا يصيبه، لان هذا العدل كفيل بان كل انسان ياخذ حقه ويؤدي واجبه وياخذ حقه ويعطي للاخرين حقوقهم. اذا ايها الاحبه الكرام، الله سبحانه وتعالى من نعمه على الانسان انه اصلح لنا بالنا، واصلاح الحال واصلاح البال هي هذه جوهر معيشتنا. ستقول لي اين هو اصلاح الحال واين هو اصلاح البال واقول لك الامر مرتبط بالطغيان احنا قرانا كثيرا وشاهدنا كثيرا مفاهيم الطغيان كنا نتصور هي طغيان الحاكم على المحكومين وطغيان رئيس الجمهوريه على الشعب وطغيان الملك على المملكه هذا الحقيقه هو اختصار للمشهد الطغيان يعيش مع الانسان الفرد ويعيش مع المجتمع ويعيش مع الدوله. الطغيان بتعريفه اللغوي هو تجاوز الحد. طغى يعني تجاوز الحد، اي انسان يتجاوز حدوده فهذا هو طاغيه، ربما الاب داخل الاسره طاغيه يتجاوز حدود السلطه والسيطره والمسؤوليه فيكتم انفاس الاسره هذه هذه الصور قد تكون خفيه على بعضنا. احيانا الطغيان يتم من صديق على صديقه، من زوج على زوجته، الطغيان يشمل كل مفاصل الحياه ايها الاحبه، من هنا نشات المشكله وهذه الامراض وهذه الاوبئه كان سببها الاول طغيان في صوره من صوره ربما طغيان صحي او طغيان تعليمي او طغيان سلطوي بالسياسه او بالاقتصاد. الطغيان هو سبب عدم راحه البال، انت ما مرتاح بالك وما مرتاح اوضاعك لانك في تفاصيل حياتك تمتاز بالطغيان وتجاوز حدودك وتجاوز صلاحياتك ايها الاحبه الكرام فهمنا للطاغيه انه يتكبر ويتجبر هذا فهم واضح وعاشت الانسانيه مع الجبابره والرؤساء الظلمه والملوك الظلمه احقابا عده من تاريخ الحياه ولكن اليوم نكتشف ان للطغيان صور اخرى صور اجتماعيه وصور اقتصاديه وصور تعليميه. امام الطغيان ماذا ستفعل يا صديقي؟ هل ترضى وتخضع وتقبل بهذا ام على الاقل تلاحظ نفسك انك في موضع في موضع غير طبيعي عليك ان تبدل الحال وان تقاوم هذا التجاوز وهذا الطغيان وهذا التجبر. ايها الاحبه الخطوه الاولى للاصلاح في حياتنا واصلاح الحال واصلاح البال ان تتخلص من الازدواجيه ان تواجه الاقوياء الذين يتسلطون عليك في كل تفاصيل الحياه وان تقبل بان تقاوم وتواجه اليوم بعضنا يصوم ويصلي ولكن ياخذ رشوه طغيان طغيان جديد في ثوب جديد للوهله الاولى تقول هذا متدين وبصراحه اقول هذا الطاغيه هذا الانسان الذي يمارس الازدواجيه فيقول انا انسان طيب وحلو وجميل ومتدين وشوفوا انا اصلي واروح الى مكه ولكن بالمقابل ياخذ رشوه هذا الذي سبب لنا خرق فهم الحياه وهذا سبب لنا العقوبه وهذا سبب لنا المصائب والاوبئه والامراض ايها الاحبه واصلح الله لنا بالنا حلقه جديده وحلقه خاصه نستمر معكم نخرج فاصلا قصيرا ونعود معكم وعوده مجدده ايها الاحبه الكرام واصلح الله لنا بالنا اصلاح البال اكبر نعمه يهبها الله تعالى لنا جميعا لكننا لا نشعر نعم لا نشعر لاننا نمارس التجاوز في الحدود والصلاحيات ونحن طغاة دون ان نشعر رغم بساطه حالنا ورغم اننا مجتمعات بسيطه ولكن بعض الاحيان نحن السبب حين نمارس الطغيان لما رجل يزعل على راتبه لما ينقص ألف دينار أو عشرة ألاف دينار وما يزعل على البلد لما يسرق منه مليارات أقول له أنت طاغية في المحور الاقتصادي أنت تجاوزت حقوقك ولم تطالب بحقوقك ولهذا يصيبك الله سبحانه وتعالى بالكوارث والمصيبات ليجعلك تستفيق إحنا عادة في بيوتنا نمارس الطيبة نحن مجتمع طيب جداً وقلوبنا بيضاء ونقية ونحب الخير ولكن بعض الأحيان نتصرف بشكل خاطئ لا نفهم أن القضية قضية طغيان وتجاوز الحدود لما تدخل إلى أي بيت ويقول لك الله بالخير ولما يقول لك الشون الصحة والأحوال يريد يتمنى لك أن تكون الصحة بعافية وأن يتمنى لك أن تكون الأحوال في أحلى ما يكون ويقول لك تفضل استريح الفضل والكرم في أن يريحك ولكن لو دققت ولو سلطت ضوء على مشهد التعامل في الزواج والطلاق والبيع والشراء والميراث ستجد أن تفضل استريح ما تفضل استريح تفضل وهناك نوع من الانتقام وتجاوز الحدود والظلم واحد يريد ينهب من الأخ واحد يريد يتعدى على حدود الآخر يقول لك الله بالخير ولكن الحال الواقع اليوم وروح إلى المحاكم وشوف أن السوء والشر والظلم والطغيان والسرقة وأشكال الشر تمارس بين الإنسان وأخيه الإنسان هوبز يقول أن الإنسان أصبح ذئبا لأخيه الإنسان أيها الأحبة الكرام يجب علينا أن نفهم لماذا نحن نمتلك شخصية مزدوجة بالظاهر نحن طيبون جدا ولكن في تدقيق التفاصيل اليوميه وفي معاملاتنا وفي اجتماعاتنا وفي تبادل التبادل اليومي للعلاقات سنجد ان الظلم والطغيان مستشري بيننا ايها الاحبه الله اكرمنا كثيرا ارسل الينا الرسل انزلنا الينا الكتب اراد للدين وللشريعه ان تقود الحياه وان تنظم الحياه وتصحح الحياه اليوم عندنا فهم خاطئ لكثير من المفاهيم الكثير من المنطلقات والكثير من القناعات نحن نوكل الامر الى الله تعالى ونريد من الله ان يغير حالنا الحقيقه ان الله ارسل الينا قانونا وقال في محكم كتابي ان الله لا يغير ما بكم ايها الناس حتى تغيروا انتم الحال الحال يبدا من تغييرك انت للمعادلات التي تعيش بها الطغيان الذي تمارسه وقد لا تشعر به انت تظلم اخوك وتظلم جيرانك وقد لا تشعر انك الظالم وتذهب الى المسجد وتذهب الى مكه وتصوم رمضان وهنا خرق لمفاهيم وعداله الشريعه التي يجب عليها ان تحكم الحياه وتدير تناقضات الحياه الشريعه هي الشفاء حينما نفهم كيف نفهم الشريعه ايها الاحبه العدل هو مبتغى الشريعه ليقوم الناس بالقسط هذا هو المطلب والمقصد الذي يريده الله منك ايها الانسان الطيب القلب الذي ربما بطيبتك تغدر الاخرين وتظلم الاخرين وتتحول الى ذئب بشري شعرت بذلك ام لم تشعر دعونا نسلط بعض الاضواء على كثير من المشاهد في القران وفي الحياه لنفهم هذه الجزئيه كيف للانسان ان لا يكون طاغيه ذات يوم أحد الصحابة تخلف عن المعركة وحينما عاد الرسول من المعركة واستفت الناس قال لهم لماذا لم ترافقونني أحد الصحابة ثلاثة من الصحابة صدقوا مع الرسول وقالوا له المشكلة يمنى المشكلة احنا ما لحقنا بك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الصحابي الذي اعترف بخطئه واعترف بظلمه وتجاوزه قال له سوف نعزلك عن المجتمع الصحيح سوف نجعلك غريبا داخل الناس هذا المفهوم العميق ايها الاحبه انك تعزل الظالم وتعزل الذي ربما يسبب الظلم عن المجتمع لا لشيء انما لتصحح لهذا الظالم ان يتخلص من هذه المشاعر ومن هذه القناعات وهذا هذه المفاهيم هذا الصحابي الذي عزله النبي صلى الله عليه وسلم خمسين يوما ويسلم على الناس والناس ما يردون عليه السلام ويدخل إلى المسجد يصلي وحده هذا الصحابي درس بليغ اليك ايها الانسان الذي ربما انت سبب لفواجع ومصايب هذه الانسانيه المعذبه كورونا لم يصل الينا الا هنا الا وهنالك ظالم ظلم والا هناك متجبر تجبر الكثير ايها الاحبه منا لا يفهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقربكم مني مجلسا منه لو اسالك يا صديقي قال لك اقرب الناس الى النبي يوم القيامه منه راح تقول لي هذول اللي يصلون كثير ويصومون كثير ويروحون على الحج كثير واقول لك صحح المعادله يا صديقي النبي قال الذين هم اقرب الناس الي هم الذين كفوا الاذى عن الناس احاسنكم اخلاقا زين ابعد الناس عن مجلس النبي قال المتكبرون الذين هم الثرثارون المتشدقون الذي يتطاول على الآخرين ويتجبر على الآخرين ويسمي نفسه عظيم هذه الأرض وعظيم هذه الأسرة وعظيم هذه الجامعة وعظيم هذه المستشفى خشم عالي على الناس أقول, لك أقول له احذر يا صديقي فأنت أبعد الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول أحبكم إلي وأبغضكم إلي منه ستقول لي أحبكم أحب الناس إلى النبي وإلى الله المتدين الذي يحافظ على الطقوس أقول لك هناك صفه رائعه جدا قد تكون عندك او عندي وقد تكون ليست عندك ولا عندي الذين هم احب الناس الى النبي هم الذين يالفون ويؤلفون علاقاتهم الاجتماعيه سلسه بسيطه عداله يحب الخير له وللاخرين يحب يبذل للاخرين يحب يقدم المنفعه بدون ان ياخذ الثمن هذا النموذج نحتاج ان نشيعه اليوم اما ابغضكم ابغض الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فهم عكس هؤلاء ال الذين يالفون ويؤلفون ابغض الناس هم الذين يفرقون بين الناس، هم الذين يحافظون على مصالحهم ومكاسبهم ومناصبهم وان شاء الله الدنيا والكون كله ينفجر ويتمرض ويشتعل ما لهم علاقه، اهم شيء انا وبيتي وسيارتي وبناتي واولادي وهذا هو ابشرك ايها الانسان الاناني بانك ابغض الناس الى الله والى الرسول وانك ابعد الناس عنهم اصلاح الحال ايها الاحبه يبدا من تركك للانانيه وتركك للطغيان والتجبر على الاخرين تالف الاخرين وتالف تبذل للاخرين وتقدم التضحيات وتقدم المعاونات وتقدم المساعدات والنصائح وتقبل الاخرين حينما يلجؤون اليك، إغاثة الملهوف، وإغاثة هذا المريض، وهذا المسكين، وهذا البسيط، بأن تبذل له، هو هذا جوهر تدينك، هو هذا أن تعرف حدودك، أنك مشروع للضوء في هذه العتمة، مشروع للبذل والعطاء والتضحية في هذا الجو المشحون بالكراهية والبغضاء والأنانية. استعد أيها الصديق العزيز لتكون باذلاً مضحياً مؤثرا على نفسك تقدم مصلحة الآخرين على مصلحتك هنيئا لك بهذا المقعد الجديد مقعد الحرية من العبودية الحرية من التسلط الحرية من التكبر والتجبر ذق معي كأس الطمأنينة واقترب من العدل والحق والجمال لتعيش الجنة في هذه الأرض أيها الأحبة الكرام وأصلح لهم بالهم نعمة ما من بعدها نعمة نخرج فاصلا قصيرا ونعود معكم وعوده مجدده ايها الاحبه الكرام واصلح لهم بالهم من نعم الله علينا اصلاح الحال واصلاح البال يبدا منك صديقي حينما تتخلص من الغل والكراهيه والبغضاء والانانيه ستشعر ان غرورنا يدمرنا بعض الذين تجدهم بسطاء لكن من تجي تتعامل معه وعندك قضيه يمو او معامله يمو او شغله يمو تراه جبروت وتراه طاغيه وتراه قد تجاوز كل الحدود احد الشعراء يقول وللاسف قد ينطبق هذا الشعر على حالنا اليوم الثمانيه مليار انسان يقول لم يبق في الناس الا المكر والملق شوك اذا لمسوا زهر اذا رمقوا فان دعتك ضرورات لعشرتهم فكن جحيما لعل الشوك يحترق طبعا يقول لك الناس لما يجي تجي يمك يجي يمك شوفه مثل الوردة يعطيك عطر وجمال لكن من تجي تحتك بينه وتقترب منه أكثر تجده كالشوكة ما تحصل منه غير الأذى والخطر والخسارة والهوان والخذلان والخسارة والشاعر يقول كن جحيما أنا أقول لا يا سيدي الشاعر لماذا تكون جحيما كن مثل النبي كن مثل الأنبياء والأنقياء والفضلاء حاول ان تصحح للاخرين حاول ان تبذل للاخرين وتكون انت مشروع التضحيه نعم ايها الاحبه اليوم اليوم نحتاج جنود شجعان يضحون من اجل الاخرين يضحون من اجل اسعاد هذه البشريه المتعبه الحزينه نمتلك في دماغنا غده تسمى الغده النخاميه هذه مسؤوله عن التوازن في كل شيء هذا توازن النمو الايعاز ياتي من الغده النخاميه في المجتمع اليوم نحتاج غده نخاميه تجعل هناك التوازن في النمو، فالغني نقول له الله يبارك بيك وان شاء الله الله يزيدك، لكن لا تتجاوز الحدود وبالتالي تسرق رواتب ولقمه العيش للملايين. هذا التوازن غير الطبيعي في المجتمعات التي نعيش بها هو الذي سبب لنا الكوارث. الغده النخاميه مسؤوله عن توازن الجسم، فمثلا اليد اليمين متوازنه مع اليد اليسار في نموها. اذا اصيبت الغده النخاميه في خلل ربما اليمين ستنمو واليسار ستنكمش وبالتالي المشهد يصبح مخيف ومضحك واقرب الى السذاجه. اليوم مجتمعاتنا الغده النخاميه بها خلل نرى اناس يتكبرون ويتجبرون على بعض الناس وبالتالي تضخمت بعض المشاهد وصغرت بعض المشاهد وسببت لنا خرقا ووباء وأمراضا ومصائب وكوارث أيها الأحبة الكرام الأرض جميعها هي بيت للجميع الأرض اليوم هي موطن الإنسان أينما كان وحيثما دان الأرض للناس كلها الأرض بيت سعيد وآمن فما بالنا ونحن نشاهد هذه الأرض وقد تحولت إلى حمام من الدم وكل يوم ماسي وكل يوم حروب وكل يوم مصائب وكوارث واوبئه الخلل فيك ايها الانسان الذي نسيت ان الارض مسكن من السكينه والطمانينه انت حينما ترفض اعطاء الاخرين حقوقهم تحول هذا المسكن الى مذبح ومجرى الدم يسير كالماء وهنا ايها الاحبه الكرام علينا باعاده فهمنا للتعاريف التي عشنا معها زمنا طويلا نحن كثيرا من الأمور لم نفهمها بشكل طبيعي وصحيح فهم مغلوط ولكن متوارث وأجيال تسلم للأجيال وبالتالي فهمنا الموقف والمشهد خطأ من إحدى تعاريف التعاريف المرتبكة والخاطئة والتي سببت لنا الكوارث هو تعريف, تعريف الدولة القوية لو قلت لك يا صديقي ما هي الدولة القوية ستقول لي الدولة القوية هي التي اقتصادها قوي وجيشها قوي وأناسها مثقفون وسعداء وأقول لك هذا مظهر للدولة القوية الدولة القوية أيها الأحبة هي الدولة التي يعيش فيها الإنسان وقد أخذ كامل حقوقه وأعطى كامل واجباته الطغيان في هذه المعادلة قد لا نلاحظ قد تجد دوله قويه لكنها دوله متجبره الناس تظلم بعضها بعضا الجيش مخصص لا لاقامه العدل بل لمطارده الضعفاء والبسطاء داخل هذه الدوله وخارجها وبالتالي الدوله القويه بهذا المفهوم هي سبب للكوارث وسبب للمصيبات وسبب للفوازع والقوارع وسبب للظلم لما اقول لك المدرس المثالي او الطبيب المثالي ستقول لي المدرس المثالي هو الذي يحقق نسبه نجاح 100%، انت الان تفكر بمسطره وبميزان وبمعيار مادي بحت، انت لا تبحث في مع هذا المدرس المثالي والطبيب المثالي طبيعه العلاقات الاجتماعيه وهل هذا الطبيب وهذا المدرس وهذا القاضي وهذا الشرطي وهذا المحامي قدم المنفعه للناس؟ هنا المشكله هنا ايها الاحبه نحن نفهم ظاهر التعاريف نقول الدوله القويه جيشها قوي واقتصادها قوي المدرس الرائع هو الذي يحقق نسبه نجاح عاليه الطبيب الرائع الذي عنده ازدحام في العياده القاضي الرائع هو الذي يستقبلنا ووجهه مبتسما هذه التعاريف في جوهر فكرتها صحيحه ولكن ينقصها شيء مهم جدا أيها الأحبة إصلاح بالنا وحالنا ينطلق من إعادة التعريف الدولة القوية ليست هي التي تمتلك اقتصاد قوي فقط تمتلك اقتصاد قوي لكنها لا تظلم أبنائها ولا تظلم الآخرين ولا تظلم دولة أخرى ومجتمع آخر ما أنا أقول ذلك إنما القرآن قال ذلك استمع معي إلى الآية 82 من سورة الأنعام الله يقول في سورة الأنعام الآية 82 الذين آمنوا زائدا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم هذا الشرط الأكيد وهذا الشرط الجوهري تكملة الآية أولئك لهم الأمن أولئك لهم الأمن لاحظ عزيزي أن الأمن هو الغاية الأكيدة من قيام الدولة وأن الأمن المعرفي هي الغاية الأكيدة من التعليم وأن الأمن البيئي والصحي هي الغاية الأكيدة من وجود الأطباء والمستشفيات هذه المجتمعات التي يظلم بعضها بعضا لم تفهم ان شرط الامن يبدا منك ومن علاقاتك مع الناس اولئك لهم الامن وهم مهتدون المجتمعات المرتاحه بالها ومرتاحه حوالها ومهتدون بنور الله ورحمته هي التي تخلصت من الظلم اليوم دعوه مخلصه لكل انسان هل انت ظالم لنفسك ايها الصديق العزيز وظالم لجيرانك لما تخلي ماطور الماي يسحب الماي من المجاري وتترك جيرانك بدون ماء أنت ظالم نفسك أنت هنا لا ترى العدل بشكله الصحيح أنت ترى الظلم عدل وبالتالي تقول أمريكا تجبرت علينا وكورونا كسف أحوالنا ولا تسأل نفسك أنت بدأت بالخطأ وأنت بدأت بالظلم اليوم لما صيدلاني يبيع الدواء المغشوش أو نوعية ثانية بكفاءه اقل، اقول له انت تساهم في عدم اقامه العدل على الارض، انت الذي سببت كورونا، وانت الذي جعلت من امريكا طغيان على الارض، انت لانك لم تنتبه ان العدل يبدا منك ومن تصرفاتك اليوميه، العدل بين الصديق وصديقه، العدل بين الزوج وزوجته، العدل بين الاب واولاده، المعلم وطلابه، والناس جميعا تبدا الحياه اجمل ثم اكمل ثم احكم مع قيام العدل في كل ساعه وفي كل لحظه انتبه يا صديقي ربما تكون انت ظالم لنفسك وظالم للناس من حولك وانت لا تدري ثم تلعن ابليس وتلعن امريكا وتلعن كورونا ولا تشعر باصلاح الحال واصلاح البال حياتك قلق وتشاؤم وكابه لانك انت لم تسمح لنفسك بمراجعه ظلمك للاخرين. ايها الاحبه الكرام استمتعوا معي برحمه الله الذي اصلح لنا بالنا بشرط واحد الا نظلم كل احد. الناس كل الناس عيال الله احب الناس الى الله انفعهم لعياله، هذا المعنى الذي تريد البوصله ان تشيعه بين الناس اقامه المنفعه والكف عن الاذى. اترككم برعايه الله وسداده ورشاده وأمنه وطمأنينته ورضاه على أمل اللقاء بكم في حلقات متجددة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته